وتستمر انتصارات وأفراح الأهلوية بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا عقب إقصاء الرجاء المغربي من دوري أبطال إفريقيا وتحديدا في عقر داره في كازابلانكا، ومواجهة قوية جدا للأهلي في الدور نصف النهائي أمام الترجي التونسي. أفراح الأهلوية مستمرة أكيد استعدادا لمباراة السوبر خلال الفترة القادمة، ولكن الأفراح تتعلق بقرار مهم جدا للجنة الاستئناف بتواجد محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي في لقاء السوبر يوم الجمعة المقبل في أبو ظبي. حلقة النهاردة من برنامج في كتفك يا أهلي بالتأكيد فيها تفاصيل مهمة وأخبار ومعلومات قوية جدا بخصوص مباراة الرجاء المغربي، الاستعداد لمواجهة الترجي التونسي، وأيضا لقاء السوبر المنتظر يوم الجمعة المقبل. تابعونا من خلال برنامج في كتفك يا أهلي عبر منصتي يلا كورة وجي ال سي سبورت عبر الفيسبوك. وبالتأكيد في البداية برحب بزميلي وصديقي العزيز كريم سعيد. مساء الفل يا كيمو. مساء الفل محمد، مساء الفل لكل متابعي يلا كورة ومتابعي برنامج في كتفك أهلي مع جي ال سي، وأكيد ألف مبروك للنادي الأهلي الوصول للدور قبل النهائي دوري الأبطال، ممثل مصر الوحيد، ومعرفش المرة كم هقولها دي في البرنامج وفي الموسم الحالي. قلنا أهلي دور المجموعات في أفريقيا شيء، وأهلي النوك أوت بيبقى شيء تاني، ويظل طبعا الناس كتيره في افريقيا زعلانين من اطهر الطاهر ان هو ضيع ركله الجزاء في مباراه سان داونز اللي كان ممكن يعني تطيح بالنادي الاهلي خارج البطوله، لكن بيواصل النادي الاهلي مشواره في البطوله بنجاح وبشكل جيد كمان، بشكل بيديك الايحاء ان هو ده الاسلوب اللي ينفع تلعب بيه مباريات النوك اوت. واكيد احنا هنتكلم على المباراة واللي حصل فيها سريعا، طبعا بالإضافة إلى أكيد الأحداث الجارية حاليا والساخنة جدا 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 المتعلقة بمباراة السوبر. طيب، الأهلي فاز على الرجاء وتأهل من كازابلانكا، فاز ذهابا في القاهرة، تعادل سلبيا في المغرب. ولكن كانت المفاجأة في فلسفة كولر في هذه المباراة والطريقة الدفاعية والتنظيم الدفاعي. تعليقك على المباراة وأحداثها وأجواها وطريقة لعب كولر. بص سريعا يا محمد، أنا عجبني أسلوب التأهل. اسلوب التأهل مهم جدا جدا نحط تحت اسلوب التأهل دي خطوط عديده. ليه؟ لان افريقيا هي ليها كريتيريا وليها طريقه معينه للمكسب، ان انت توصل بفريقك بكل امانه لقمه المستوى الثابت ان اللي بتلعب بيه على ارضك وبره ارضك. الفريق الوحيد في افريقيا وصل له في الوقت الحالي للمستوى ده سان داونز بكل امانه. سان داونز اللي يتابع مباراه سان داونز من دور المجموعات لغايه ما وصلوا لمباراة الوداد وهيلعبوهم في السيمي فاينل، هتلاقي كل مباراة سان داونز داخل بريتوريا او خارج بريتوريا بيلعبوا بنفس السيستم وبيجبروا المنافس على السيستم ده. الفريق اسلوبه بكل امانه متشابه، وشفناه بيكسب الاهلي في بريتوريا 5، بيكسب في الجزائر 4، متاخر في مباراه العوده ب1-0 وبيلعب بكام لاعب من البدلاء وبيرجع يكسب 2-1. فده بيوريك ان رتم الفريق خلاص هو ماشي في سيكونس واحد. طيب الاسلوب الثاني وهو اسلوب مانويل جوزيه، لو نفتكر كده مانويل جوزيه على فكره عمل الاسلوبين دول 2004 2005، الاهلي مارد يطيح بالجميع يعني ذهابا وايابا على الارض. الفريق الوحيد ساعتها لو تفتكر كسب انيمبا اللي كان لا يقهر على ارضه، كان مستحيل حد يروح لانيمبا في نيجيريا ياخد منهم تعادل، الاهلي كسب انيمبا في نيجيريا ساعتها 1-0. الموسم اللي وراه بدا جوزيه مع ان الفريق طبعا الحاجات كتيره بتختلف، الفريق لما انت بتلعب في بطوله انت كسبتها قبلها بسنه واحده الدوافع بتختلف، وكمان اسلوب لعب الفرق قدامك بيختلف، ان هو بيلعبوا البطل. فبدا يلعب بطريقه معينه خارج الارض اللي الناس دلوقتي يعني مستخدمين فيها المصطلح بتاع الكلاحه الكرويه، وهو مصطلح احنا عاملين نقراه على السوشيال ميديا كتير. انا عجبني المصطلح وعجبني كمان الاسلوب اللي عمله كولر. قفلت ملعبي، ما خطرتش بان انا العب دفاع ضغط وابين ان انا يعني شمشون افريقيا وان انا اظهر قوه ربما ما كنتش عندي زي ما عملنا بريتوريا، كانت خطا كبير جدا ان انت تضغط على سان داونز بطول الملعب من بدايه المباراه. لعبت زون ديفنس بشكل كويس، لعبت هجمات مرتده، كان ليك رجل الجزاء 100% صحيحه لمحمود كهربا في الشوط الاول ما اتحسبتش، كان واضح جدا التحجيم من الحكم الليبي اللي واضح ان هو يعني قدراته وخبراته 33 سنه لسه صغير. صغير يا محمد. انك تدي مباراه اياب اهلي ورجاء في المغرب لحكم عنده 33 سنه، ده في لعيبه اقول لك ايه، ده في لعيبه في الملعب ممكن كانت تبقى اكبر منه، فاهم قصدي؟ فالموضوع لا موضوع صعب، موضوع صعب جدا، والراجل فعلا كان واضح جدا جدا انه متاثر بالضغط الجماهيري، يعني صعب جدا. يعني عايز اقول لك الناس وقاعد قدام التلفزيون تقول لك ايه جمهور الرجاء ده مرعب، يا راجل
قدام التلفزيون وما بالك انت في الملعب. ممتع. ايوه مرعب. انا شايفه ممتع. محمد كان هناك وشايف الدنيا. لا اقصد ايه بتكلم على بقى اللعيبه المتنافسه، مش بتكلم على اللي بيتفرج على الجمهور. لا اللعيبه داخل الملعب، لا الموضوع في ضغط، فيها ضغوط، في ضغط طبعا، في ضغط على الحكم، في ضغط على الحكام المساعدين، في ضغط، في ضغط شديد. وانت بتاخد قرار في ثانيه، وانس قبل ما تاخد القرار بتلاقي فيه هوب هجوم عليك من هنا ومن هنا ومن هنا. الموضوع صعب. فانت محتاج في المباريات، نوعيه المباريات دي محتاج شخصيه حكم قوي وثابت وما يتاثرش. مش يعني هيجي لك حكام كبار تاني. خلاص تمام. هو الصف الثاني هو اللي طالع بقى دلوقتي موجود على المسرح، هو اللي بيقود. تمام اوكي. لا صور بقى في ظل هذه الظروف وبيتحاسب عليك ركله الجزاء في نهايه الشوط الاول، فعلا توقيتها قاتل قاتل وبتضيع وبتاع. وطبعا بعد بالامانه انا في وجهه نظري المباراه انتهت تماما بعد اللعبه دي، بعد ضياع ضربه الجزاء. واضح جدا ان احنا زي ما بتفكر في حلقه مباراه الذهاب احنا اتكلمنا على مستوى بدني لعيبه الرجاء، وان هم من الانديه دلوقتي بيلعبوا شوط واحد بدنيا ما بيستحملوش ان هم يلعبوا اكتر من شوطين لانه ادائهم البدني. وحتى كمان دكه البدلاء في الرجاء منذر كوباير ما كانش عنده اوراق يلعب بيها، كل البدلاء اللي نزلوا الشوط الثاني ما كانوش على نفس مستوى اللعيبه اللي لعبت. هو رمى كل القوه الضربه من اول مباراه لدرجه حتى الصحفيين المغاربه بيقول لك ايه ليه؟ ده حط كل اللعيبه اللي عندها ميول هجوميه اكتر حتى في نص هو غامر، هو غامر. وطبعا عايز اقول حاجه برده، هو امر منطقي ان هو عايز يستغل. هو خلي بالك فعلا انت لو ما جبتش هدف الشوط الاول فعلا الماتش خلص، وكان بيدور على ضربه جزاء. الماتش هم اللعيبه كلها وحتى ده اعتقد وصل للحكم. فتاني انا بشوف ان الاسلوب كان ممتاز جدا جدا. كمان خلي بالك عندك اول تغيير عملهم مارسيل كولر، عملهم من التغييرات وطلع محمد هاني وعلي معلول. ده يبين لك ايه؟ ده يبين لك الادوار اللي كانت موكله للاثنين دول. ومحمد هاني وعلي معلول كانوا فعلا من نجوم اللقاء مع مين بقى؟ مع بيرسي تاو وحسين الشحات. الاربعه دول هم على الخط طلعوا، وده يبين لك ان الخطه الاساسيه النادي الاهلي كان غلق الاطراف قدام الرجاء. وده يبين لك اكتر ان فريق التحليل في الجهاز الفني ارى ماتش الذهاب كويس قوي، ان الرجاء خلاص هيبدا يعتمد على الحتتين دول. ان اعتقد بعد انت ما شلت عمرو السوليه وحطيت مروان عطيه وحمد فتحي وقالي ديانج، انت قفلت نص الملعب بغور كريت اعلى. ان عمرو السوليه كان واضح ان هو عنده مشكله في موضوع الركض كتير. فالرجاء فعلا كان بيحاول يخترق جبهات الاطراف النادي الاهلي كتير قوي قوي في الشوط الاول محمد، وما عرفش فشل. فاللعيبه كانت بتلجا بقى لايه؟ لموضوع السقوط داخل منطقه الجزاء بكثره عشان ياخدوا ركله الجزاء، وتحقق لهم ان هم عايزينه في نهايه الشوط بس ضاعت الحمد لله. فاللي عايز اقوله ان كولر برضو قدم لنا نسخه جديده من كولر في النوك اوت او بالظبط بالظبط من ساعه ماتش القطن. غير فلسفته. طبعا. وكان دايما بيميل للكره الهجوميه واللعب الكره الجماليه. هو كان بيميل ان انا بثبت اسلوب واحد هلعب بيه عشان اعود اللعيبه عليه. ايا كان المنافس. لا لا، لازم يعرف ان اللي تكسبه العبه. ده مبدا موجود في مصر وموجود في افريقيا. انت مع برضو مع كامل احترامي، المشروع بتاعك في مصر غير المشروع بتاعك في اوروبا. المشروع في اوروبا بياخد وقت. ما بالك يا اخي مانشستر سيتي صبروا على جوارديولا في موضوع دوري اوروبا. يعني دوري اوروبا واحد من التارجتس المحطوطه على جوارديولا من اول ما مضى. صح، من اول ما مضى ده التارجت عليك. وصل مره فاينل قدام تشيلسي برضو ما كسبش، بس في صبر عليه، في صبر. هنا اوروبا فيها صبر، هنا صعب. هنا مفيش صبر، هنا لازم الاول تديني بوادر وتديني يعني ايه تامين ان انت تمام معايا، بعد كده ممكن اصبر عليه. يعني جوزيه يتصبر عليه ليه؟ انه قدم حاجات كتيره. فكولر انا شايف لا، هو بدا يفهم الكوره كمان في افريقيا غير الدوري. طيب. تلعبش هنا زي ما تلعب هنا. طيب. انا قريت لك كلام معقب طيب. المباراه، فكره ان مخرج المباراه كان ليه دور في مساله ان لعبه قرار ما تتحسبش لان ما اتعادتش كذا مره. تعليق على الجزئيه دي، لان وانا هناك سالت على موضوع بروتوكول الفار السنه دي. هل في اعتماد على الاذاعه الخارجيه ولا وضع الكاميرات وتوصيل على عربيه الفار اختلف؟ طبعا انا كتبت من حته واحد بيتفرج على التلفزيون. يعني النهارده انا من حقي اوكي الحكم هو المنفذ الوحيد له عشان يحقق في اللعبه، حكم الفار ان هو يقول له في الاير بيس يا تعالى باشا خلي بالك في هنا في مشكله روح تشوفه في الاير بيس. اكيد طبعا كلمه قال له لعبه ما تستحقش بلاي اون، اكيد ده حصل كده. هو ما رجع لك. انا كمتفرج وكمشاهد انا من حقي اشوف الاعاده، ان اشوف الاعاده. هو انت ما بتعيدش لقطات الفار، انت بتعيد اي حاجه ليها صح. ان المشاهد يشوفها. انا من حقي كمشاهد اشوف اللعبه اللي عليها جدل. انا ما بقولكش عدالي عشان الفار، انا ماليش دعوه بالفار، وانا الحكم انا عايز اتفرج يا سيدي، عايز اتاكد من شعوري
ما يمكن شعوري غلط، ما عادهاش ولا مره يا محمد، ودي كانت عدم مهنيه بالفعل. المباراه متذاعه، انا في وجهه نظري المباراه دي متذاعه باكتر من 8 كاميرات او 10 كاميرات. المباراه دي اتذاعت ب 16 كاميرا، طيب يعني فوق ال 14 كاميرا اصلا، اكتر من مصر يعني. مصر احنا المعدل بتاعنا لو مش اهلي وزمالك، اهلي وبيراميدز او زمالك وبيراميدز، مش مباراه كبيره، ممكن تصور ب 8 او 10. انت بتصور اهو ب 16 كاميرا، ما فيش ولا كام، فيش ولا عاده، ولا عاده يا راجل، ايه ده؟ ما ينفعش. دي كانت الغريبه، وعيب انها تصدر امانه من مخرج في دوله بحجم المغرب. ان احنا النهارده بنتكلم على حجم تطور صناعه كره القدم في المغرب يا محمد، عمالين نقول المغرب هي اللي تقدر تستضيف مونديال، المغرب المنتخب المغربي وصل لسيمي فاينال مونديال، دوله المغرب والله الدوله نفسها مش ممكن على التطور، ممكن يصيفوا اولمبياد يعني. الدوله عندها وفي تطوير بيحصل فعلا في الدار البيضاء، بحيث ان هي تستضيف المغرب حدث. المغرب عندهم مدينه اولمبيه عظيمه دلوقتي في الرباط، عندهم حاجات جميله جدا جدا جدا. فعيب عن مخرج، اوكي سيدي طبعا مليون في المية عايز الراي يكسب، ده حقك اكيد يعني، انت اكيد مفيش واحد مغربي هتبقى عايز الاهلي يكسب، لا طبعا مش مختلفين، بس ده ملوش دعوه بشغلانتك. شغلانتك فيها امانه وفيها مهنيه، ان انت عارف ان كل الناس بتتفرج عليك، ودي حاجه حلوه يا اخي، عشان حتى بعد الماتش يقولوا ايه اهو الرجاء خرج، اخراج مهني وصوره، الرجاء خرج خلاص، دي رياضه ملناش دعوه بيها، مش ولا انت بتلعب ولا انا بلعب، ملناش دعوه بيها. بس كان الصح ان انت تعيد اللعبات الخاصه بالاهلي زي ما عدت لعبات الرجاء. طيب نروح بقى لتقنيه الفار واللي حصل السنه دي في موضوع المسابقات الافريقيه. اتحط حد ادنى لعدد الكاميرات في المسابقتين، أوكي. الحد الادنى في دوري ابطال افريقيا 8 كاميرات، تمام، للفار، بس الثمان كاميرات دول من ضمن الكاميرات بتاعت الاذاعه الخارجيه، أوكي. يعني مثلا لو التلفزيون هيستخدم 16 كاميرا، الفار ليه من ضمنهم نوم 8 وبوضع معين في اماكن محدده. الكونفدراليه الحد الادنى 5 كاميرات. طيب انا لما سالت على فكره المخرج لو ما عادش اللقطه هل الفار مش هيقدر ياخد باله، او عربيه الفار مش هيقدر ياخد باله من اللقطه، اتقال لي لا، اتقال لي الثمان كاميرات دول متوصلين من الاذاعه الخارجيه لغرفه تقنيه الفار، اوكي، والثمان كاميرات بثمان زوايا الكوره بتبقى متشافه فيها وبتتعاد في الغرفه كذا مره، اوكي، والحكم اللي موجود جوه غرفه الفار ممكن يعيد اللقطه كذا مره بدون الرجوع للمخرج، هو المخرج بس بيصدر له الصوره من الثمان كاميرات، وجوه العربيه انت تقدر كمحكم مع الفني اللي موجود تعيد اللعبه كذا مره وتدي قرارك لحكم المباراه. فبالتالي لو المخرج ما عادش، انت كغرفه تقنيه فار شايف كده كده وبتعيد اللعبه عندك انت دون الرجوع للمخرج، ملهاش اي علاقه خالص مع المخرج، ولكن ممكن ما تكونش ظاهره على الشاشه للناس. لما بتيجي بقى الحكم وتم استدعاءه ان هو يشوف اللعبه، ساعه ما الحكم بيشوف اللعبه وفي الغرفه بيعيدوا الزاويه كذا مره، هنا المخرج بيبقى مضطر انه يعرض اللعبه في الاعاده. فده الشرح اللي اتوصف لي بالظبط في مساله ازاي استخدام التقنيه السنه دي في دوري ابطال افريقيا، والحد الادنى لكل كاميرا او الحد الادنى لاستخدام الكاميرات في كل بطوله، دوري الابطال بعدد اكبر، الكونفدراليه بعدد اقل، واعاده اللقطات ملهاش علاقه بالاذاعه الخارجيه، بيبقى ليها علاقه بغرفه تقنيه الفار. فبالتالي لعبه كهرباء لو ما كانش المخرج اعادها كده كده في الغرفه وما شايفينها بكذا زاويه يعني. واكيد بص في كل الاحوال اكيد احنا في القرارات التحكيميه في افريقيا ليها وعليها أكيد. يعني ده طبيعي، واحنا في اخطاء كتير أكيد. لا واحنا متفقين جدا جدا، عارفين ان البروتوكول بتاع التحكيم في افريقيا غير بروتوكول التحكيم في مصر، حتى عارف اللي هو مثلا الفاولات في افريقيا غير الفاولات بتاعه مصر، صحيح. يعني كل حتى في انجلترا برضو بامانه الدنيا واضحه، احنا مش بنتكلم عن مصلحه انديتنا وبس، لا احنا بنتكلم بشكل عام. طبعا كل بطوله ليها اسلوبها وليها الطريقه اللي الحكام بيمشوا عليها، اوكي. وهو ممكن يقول لك ايه الشد اللي حصل، ما هو في شد حصل، في شد حصل في لعبه كهرباء مش يعني ايه، وكانت قريبه من المساعد موضوع منتهي كمان. بس ممكن هيقول لك ايه الشده لا تستدعي ان يبقى فيها اعاقه، هم كده. وعلى فكره في انجلترا في كده، يعني في انجلترا بنشوف حالات شد وضرب ومش عارف ايه، بيقول لك لا ما ترتقيش، وهي اتوصفت لي كده فعلا في الملعب. ايوه من عارف بقول لك اهو، بس هيفكر في حته عشان احنا كمشجعين او يعني في مصر بنحب الكوره في مصر، بنشوف ان الموضوع من منظورنا احنا دي لو في الدوري عندنا احنا بنعمل كده، لو مش شرط لا. وزي ماتش السنه اللي فاتت لما كان الرجاء بيتكلم في لعبه اثاروا عليها الجدل وعملوا قصه كبيره عليها. في كل الاحوال الحمد لله ان الاهلي تاهل بدراعه، الاهلي تاهل من داخل الملعب الحمد لله، اي مساعده. واعتقد ده الاسلوب ده اللي انت نرجع لسؤالك الاولاني، انه شيء مهم عشان اللي جاي، صح. ان انت في ماتش الترجي وماتش باذن واحد احد الفاينل بنسبه، في وجهه نظري بنسبه خليه في الاخر. ماشي. توقعاتك مين؟ ماشي اوكي ماشي. طيب بعد الاحداث دي الكل شاف بقى الاتحاد الافريقي بيدين الاحداث في المباراتين،
ماتش الاهلي والرجاء وماتش الترجي وشبيبه القبائل. ماتش الرجاء والاهلي انت توقعاتك كده هيبقى فيه عقوبات بناء على الفيديوهات؟ خلي بالك ما شفناش يعني عشان كده حتى احنا قبل ما نصور كنت بتكلم مع محمد ان احنا في التلفزيون. انا بصراحه لما شفت البيان بتاع الكاف قعدت اقول نفسي ايه ده، هو الجمهور رجع عمل ايه؟ يعني حتى انا الحاجه الوحيده اللي قريتها طبعا بنقدم طبعا خالص تعازينا لجماهير نادي الرجاء في وفاه المشجعه اللي توفت قبل انطلاق المباراه بسبب التدافع، ربنا يرحمها ويصبر اهلها، صغيره يعني بنت صغيره جدا في السن يعني ربنا يرحمها. ودايما ننادي يا ريت يعني اللي راح يتفسح يبقى يعني دي ده صعب جدا، الامر كان صعب جدا صعب. ده حقيقي يعني تخرج اهل البيت يعني ناس بنتهم او ابنهم رايح يتفسح وراح ترفيه يعني بيجي لهم خبر وفاه، حاجة بصراحة صعبة جدا جدا وجديدة وربنا يصبر أهلها. فأنا بصراحة قلت نفسي هو جمهور رجع عمل إيه؟ طبعا محمد كان متواجد هناك وشفت بصراحة على الموبايل بتاعه فيديوهات، يعني فعلا كان واضح إن كان في إلقاء لزجاجات مياه ما بين الشوطين على لعيبة النادي الأهلي وعلى الحكام. برضو في نهاية المباراة كان في تكسير كراسي، وطبعا المخرج طبعا يعني ما انا اسف يعني اللي معادش كره الكهرباء اكيد مش هيورينا، مش هيجيب اللقطات دي، مش هيجيب اللقطات دي عشان يقول لك انا بحمي جماهير نادي بلدي، يعني ده مفهومه يعني اوكي هو حر يعني هو اللي معاه الريموت، لكن المراقب والمنسق الامني سجلوا كل ده وسجلوا التدافع اللي حصل قبل بدايه المباراه. طبعا ولو كان في كمان سابقه للرجاء في حاجات مشابهه فالعقوبه بتبقى متضاعفه زي اللي هيحصل مع فوجة نظري اهو عشان نبقى واضحين مع بعض. 99.9 ماتش الترجي والاهلي ذهابا في رادس ده بدون جمهور، ده كلام مؤكد بنسبه 99.9 واي حاجه انا اسف اهو اي حاجه اخرى تحصل لا مش هيحصل يبقى لا بقى لا مش هيحصل يبقى لا بصراحه. طيب نروح بقى الماتش الترجي والاهلي نروح طيب ونتكلم برضو على الاحداث، لان برضو خلي بالك بصراحه اللي حصل في ماتش الترجي والشبيبه ده يا راجل مشجع داخل بمنشار كهربائي ده كارثه. ايه ده كارثه منشار ده انا نفسي افهم ايه المنطق دخل بيه ازاي يعني يا جماعه لا هو رايح بيقطع في الحديد ايوه يعني وما خدوش يعني انا قلت هياخده هيبيعه بالكيلو ولا حاجه هناك ما اعرفش الكيلو الحديد في تونس بكام دلوقتي والله مش عارف، بس ايه المنطق ايه ده ازاي يعني معلش مع كامل احترامي وحتى انا والله ما اعرفش بصراحه مسؤول نادي الشبيبه القبائل ازاي اصلا وافقوا ينزلوا يلعبوا في الاجواء دي. المراقب رفض، كان المراقب مغربي رفض ان المباراه يعني ياخد قرار بالغائها واصر على استكمال المباراه، وبعد المباراه فريق الشباب يقدم شكوى للاتحاد الافريقي. بس هم قدموا شكوى رسميه للاتحاد الافريقي بس بيطالبوا باعاده اللقاء باعاده اللقاء لا ما اعتقدش اللقاء هي يعني بنسبه كبيره هيبقى في عقوبات بدون جمهور عقوبات بالزبط. هو بس الفكره في حته ان انا اعتقد السنوات الاخيره محمد الترجي كان عنده مشاكل برضو في حته الجماهير لاخر ثلاث سنوات اتعاقب بنفس المشكله على نفس المشكله ثلاث مرات مره اربع ماتشات بدون جمهور منهم مباراتين مع ايقاف التنفيذ المره الثانيه المباراتين ايقاف التنفيذ اتنفذوا، المره الثالثه كانت في غرامه ماليه بسبب استخدام شماريخ، فدي المره الرابعه في ظرف حوالي 3 4 سنين. وهو واضح من بيان الكاف ان بصراحه الكاف طلع بيان لوحده وقال لك ان انا يعني اللقطتين او المشاهد اللي انا شفتها في الماتشين لن يمروا مرور الكرام. بالمناسبه لو تاخد بالك والناس اكيد بتتابعنا من خلال صفحه يلا كوره، قبل بيان الكاف ب 24 ساعه كنت تواصلت مع مسؤول في اللجنه التنفيذيه وقال لي نصا بالفعل هذه الاحداث لن تمر مرور الكرام، وقال كمان نقطه مهمه جدا قال لجنه الانضباط هتاخد عقوبات صارمه على هذا الامر وكل الاحتمالات وارده. احتمالات وارده يعني ايه يا كريم؟ يعني لا يعيش ماتش لا احتمالات وارده يعني ايه؟ بص واحد ممكن يكون المتأهل هو شبيبة القبائل واستبعاد الترجي اوكي زي ما حصل مع النجم الساحلي زي ما حصل مع النجم زي ما حصل مع وفاق الصيف صح، بس وفاق الصيف انا فاكر وفاق الصيف ساعتها الماتش ما اتلعبش ما كملش بالظبط الماتش ما كملش. الحاجه الثانيه ان المباراه تكون بدون جمهور ولكن خارج تونس اوكي. الحاجه الثالثه ان المباراه تتلعب في تونس وعلى استاد رادس بدون جمهور ولكن بضمانه امنيه حكوميه تونسيه ان الاحداث دي ما تتكررش ثاني، لان هم لو عايزين ينقلوا المباراه دي في تونس بس غير ملعب رادس ما لقوش الملعب الوحيد المعتمد في تونس هو ملعب رادس حتى اتحاد المانشستير في دور المجموعات اضطر يلعب في رادس لان كل الملاعب صفاقس سوسه المانشستير مش مطابقه للمواصفات في الادوار النهائيه، ممكن تلعب التمهيدي ممكن تلعب المجموعات في مراحل معينه لكن الادوار النهائيه ليها كاتيجوري اعلى شويه
فرادس هو الملعب الوحيد اللي بتتوفر فيه كل الشروط دي، ومع ذلك شفت الخروقات الامنيه اللي تمت. بالظبط. وبالتالي طبعا احنا هنعتقد يعني بناء على الكلام ده قرار لجنه الانضباط لن يتاخر، لن يتاخر، لان هو لو في امكانيه لو في امكانيه بنقول تاني لاعاده مباراه شبيبه القبائل والترجي، لان بحسب كلام المصدر لمحمد بن زناعه يلا كوره كل الاوبشنز متاحه. فانت عايز النهارده طبعا قرار صعب سريع. جدا عايز قرار سريع انك مش هتاجل ماتشين المواعيد مباريات نصف النهائي، لان الاجنده مضغوطه جدا 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 باش تلعب فيها. طيب بمناسبه مواعيد مباريات نصف النهائي طبعا. ودي مفاجاه لكل الناس لسه من لحظات قبل ما نبدا التسجيل، لقاء الذهاب ولقاء العوده في اتفاق مبدئي ولكن لم يعتمد رسميا ان تكون المباراتين يوم الجمعه. أوكي. يعني 12 مايو الذهاب في تونس، 19 مايو العوده في القاهره، وده ممكن يخلينا نروح بقى لماتش الحرس يوم 9 مايو. هتلعب 9 مايو و12 مايو ولا يوم 9 ده هيتاجل؟ لا اكيد تاجل طبعا، اكيد هيحصل في لازم تأجل. يحصل تاجيل بكل تاكيد، لان هيبقى صعب جدا ان الاهلي يعني يلعب يوم 9 في القاهره ويسافر عشان يلعب يوم 12 في تونس. طبعا في ماتش الذهاب ان شاء الله هيكون في تونس وماتش الاياب في القاهره، وطبعا اذا ان شاء الله باذن واحد احد النادي الاهلي تاهل للنهائي هيبقى العكس، الذهاب هو اللي في القاهره والاياب في المغرب او المغرب او جنوب افريقيا. انتوا عارفين طبعا خلاص الاتحاد الافريقي بنكرر تاني لغى فكره اقامه المباراه النهائيه من مباراه واحده، ويعاد للنظام القديم ان ماتش الفاينل يبقى من مباراتين بس. طبعا مهم جدا جدا برضه عشان بنقول المعلومات عشان الناس تبقى عارفه ان تاكد غياب صانع الالعاب الليبي حمدو الهوني عن على اقل تقدير ماتش الذهاب، مليون في المئه هو بره، اصيب في المباراه الاخيره. هو عنده طبعا اصابه يقال ان هي هتاخد شهر، يقال هتاخد شهر بس. لافترض خدت يعني الطاقم الطبي قدر ان هو يعني يجهز اللاعب يعني اسرع من عمليه اشفاء اللاعب، فيبقى في احتمال يلحق الاياب في القاهره، لكن اكيد حمدو الهوني لن يكون متواجد مع الترجي في مباراه الذهاب في رادس. طيب فدي الاخبار والمعلومات، الجمهور وضعه، المباراه امتى، ده الميعاد المبدئي، ولكن كمباراه بقى الترجي والاهلي، هل الترجي في حالته؟ الترجي كل بص 99% من لعيبه الترجي مش في حالتها. اللعيب الوحيد اللي في حالته واللي لا في حالته ايه متفوق على حالته ومعدي بكل المراحل السنين اللي فاتت محمد بن رمضان. محمد بن رمضان بيعيش واحده من افضل فترات مع الترجي، مع نبيل معلول اللي بيتابع الدوري التونسي. طبعا النجم هو متصدر الدوري في الوقت الحالي، والترجي قدر طبعا يكسبه في المباراه الحاسمه بينهم الاسبوع اللي فات وقلص الفارق من 4 نقاط نقطه واحده. محمد بن رمضان هو نجم الشباك كل مباريات الترجي، كل مباريات الترجي المحليه والافريقيه. محمد بن رمضان يا محمد واصل لمستوى يعني فظيع، يعني عايز اقول لك كده زي بالظبط فرجاني ساسي في افضل في افضل في افضل حالاته مع نادي الزمالك. كان نادي الزمالك فعلا جه فتره واقف على فرجاني ساسي، فرجاني ساسي كويس يبقى الزمالك كويس، فرجاني ساسي وحش يبقى الزمالك وحش. محمد بن رمضان حاليا مع خبك محمد رمضان وفرجاني ساسي متشابهين في مركز مركز اللاعب في نص الملعب. محمد بن رمضان بصراحه واصل لمرحله ويجب في وجهه نظري هو التركيز عليه، حتى بقيه اللعيبه كلها تحس مش في حالتها، كم اخطاء فظيعه. حتى شيبت القبائل يعني كان قادر جدا 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 ان هو ممكن يكسب المباراه دي. لا يعني الهدف الاول اللي جابوه الشوط الاول واتلغى بداعي التسلل طبعا، تسلل طبعا، لو بس فرق الخطوه دي الولد اتاخر بس والشبيبه تقدم 1-0 خلاص الترجي كان هيخش في ضغط عصبي جدا جدا، لان الهدف الثاني للشبيبه كان هيعني ان الترجي يسجل 3 اهداف كانت بتبقى صعبه قوي. فتاني لا انا شايف ان الترجي مش في افضل حالاته، طبعا يبقى اسم كبير، يبقى طبعا نادي بنحترمه وكل شيء، لكن لا نهابه ولا نخافه حاليا بكل امانه فنيا وبدنيا وكل شيء الاهلي افضل، ولكن مع تركيز الرقابه على محمد بن رمضان الورقه الرابحه ل ابناء باب سويقة سواء في الدوري او في دوري الابطال. طيب طرف المباراه النهائيه بدري كده تتوقعهم مين؟ والله شوف بنسبه يعني عشان بنتكلم كوره مش حاجه ثانيه، انا طول حياتي متعود ان انديه ومنتخبات جنوب افريقيا بتلعب كوره حلوه قوي، وتيجي في الماتشات الحاسمه اللي هي محتاجه شغل بقى تكتيكي ومحتاجه شغل شمال افريقيا زي ما احنا بنقول ما بيعملوش هم الكلام ده، لغايه
موسيماني ما مسك الفريق ده وقدم لنا نسخه فيها الكلام ده في 2015 وقدر يكسب الزمالك في الفاينل. من بعديها طبعا بس خلي بالك طبعا مع فكره ان هو برده عنده لعيبه كويسه عنده لعيبه كويسه. النسخه الحاليه سان داونز نسخه مرعبه كل امان, نسخه مرعبه, فريق مكتمل, نسخه مرعبه. شلويلي يا جماعه وصل لمستوى مش ممكن, وهاجم منتخب ناميبيا مش ممكن بصراحه. جناح بيعمل في المباراه كل شيء وبينزل تحت مهاجم وبيلعب على الطرف ده وبيلعب فظيع بصراحه. ف وجهه نظر لو كوره خلاص 90% انت ان شاء الله باذن واحد احد اهلي سان داونز زي ما تمنينا. لو تفتكر بعد ماتش الخمسه دور المجموعات بعد ماتش الخمسه كان عندنا هذا الايمان ان النادي الاهلي يقدر ان هو يعود المجموعات يوصل فاينل وهيلاعب سان داونز, وكان عندنا هذا اليقين يعني. معرفش بقى بصراحه الوداد, انا شفت الوداد متاثر جدا والفريق فعلا 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 عانى قدام سيمبا ذهابا وايابا. هم عندهم مشكله فنيه بسبب جريده كمان. لا 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 معاناه بصراحه, لا 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 يعني وداد السنه دي مش وداد السنه اللي فاتت. وصل سيمي فاينل اوكي على عيني وعلى راسي, لكن لا برضو لا 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 الفرقه مختلفه. حتى الفرق على ماتش الوداد والرجاء في الدوري اللي هو خلص 3-3 الرجاء كان افضل بمراحل بكتير. الوداد في دوري ابطال افريقيا ماشي بالزق بالدفعه, وسيمبا بصراحه برضو يعني ماتش الاياب امانه عمل ماتش كويس, عمل ماتش كويس جدا وتعرض بصراحه لامور تحكيميه برضو من الحكم تشادي. فخلي بالك بصراحه قدام فريق سان داونز, انا اسف الحكم ممكن يساعدك مره لكن انت بتلعب فريق يعني اهلي وسان داونز وجهه نظري. طيب الاخوه والاشقاء في الوداد بيقولوا ان على مدار اخر 8 سنين مواجهاتنا مع سان داونز حوالي 6 8 مباريات, هم كانوا بيصعدوا كل مبارياتنا بنكسب فيها سان داونز فبيلعبوا لك جزء التاريخ. صحيح ما قلت لك ما قلت لك في ايه, ما عشان كده بدات الكلام في حته ايه كوره. فرق وانديه سان داونز يا محمد ما عندهمش ثقافه ثقافه الفوز في الماتشات الرخمه. هم بيلعبوا كوره, انا نازل العب كوره حلوه, فاهم قصدي؟ ساعات الكوره الحلوه ما بتكسبش, خلي بالك عشان الناس يعني الكوره برضه ليها تكتيك معين ومشكله حاجه فنيات. هي ايطاليا اصلا قوتها في اوروبا ايه من زمان, منتخبات او انديه طريقه لعب انها بتعرف في الماتشات الرخمه تلعبها واكسب بالاسلوب اللي يخليني اكسب. سان داونز بقى على مدار سنين طويله وانديه جنوب افريقيا برضه يعني ما بيعملوش كده, بقى بيلعبوا كوره حلوه. اتعلموا الحته دي مؤخرا لما عرفوا ان التنافس مع انديه شمال افريقيا يحتاج ان انت تبقى يعني ايه هادي شويه في اللعب, ما تفتحش الجيم قوي. فانا بشوف النسخه الحاليه لسان داونز عندهم الخبره دي, بس طبعا هنشوف هما مباراه بريتوريا الوداد هيعمل ايه الساعه 3 العصر, وعلى النقيض سان داونز هيواجه جمهور الوداد في كازابلانكا ازاي. طيب نروح بقى للسوبر واحداث مباراه السوبر, وحتى الان على الورق نقدر نقول الاهلي يعني متفوق نسبيا في فكره ان كل اللعيبه موجوده, كهربا موجود, ايقاف اللاعبين اللي كان في الدوري ده متوقف على ان هو عدم المشاركه في الدوري فقط, ولكن مباراه السوبر الاهلي الصفوف كامله. ولكن الاهلي سيواجه من ايا كان المنافس, كولر هيعمل ايه, بطوله مهمه في توقيت مهم يا كريم, والاحداث اللي حوالين المباراه. طبعا الاحداث اللي حوالين المباراه خلي بالك كانت سابقه مباراه الاياب قدام الرجاء, يعني حتى نسبه كبيره من السوشيال ميديا الاهلاويه كانت مركزه مع ماتش السوبر ومش مركزه مع ماتش الرجاء, ودي حاجه زعلتنا. طبعا كان واضح جدا احداث كتيره وانس ان ماتش الرجاء خلص, وبعد طبعا ما لجنه الاستئناف في اتحاد الكوره طلعت قرارها بان هي لن تنظر موضوع كهربا الحين فصل القضاء الاداري ده منطقي في مساله تعيين لجنه الانضباط, لان خلاص اكيد بص يا جماعه اكيد مش نجيب من الاخر لائحيا لجنه الانضباط تم تشكيلها بشكل غير قانوني ومخالف للوائح اللي لائحه النظام الاساسي. لائحه النظام الاساسي ده موضوع يعني لا خلاف فيه, لان ما ينفعش تعرف زي ما هو مكتوب في اللائحه, ما ينفعش تعرف الاسماء يعني, وكمان لازم الجمعيه العموميه تبقى متداخله في امور كتيره لائحيه الاتحاد الكوره خالفها. ودخلنا دلوقتي احنا في معضله بعيده عن الكوره دلوقتي. طيب نادي الزمالك اصلا عنده مشاكل ان في قرار طلع من القضاء ووزاره الشباب والرياضه نفذته ب يعني هقول لك ايه, بازاحه السيد مصطفى منصور عن منصب رئيس النادي. ففعليا هو مش رئيس النادي, ده الوضع الحالي. طبعا المتحدث الواضح قدامنا كاعلام خلال اخر
72 ساعة من داخل نادي الزمالك هو السيد مصطفى منصور، مفيش حد غيره بيتكلم، وواضح ان هو بيمارس مهامه وعمله داخل النادي بشكل اعتيادي جدا. وكمان تأكدنا ان إدارة نادي الزمالك رفضت استلام قرار وزارة الشباب والرياضة، والدليل كان ما نفذوش، يعني هم الوزارة بعتت القرار يا محمد وهم رفضوا الاستلام ورفضوا التنفيذ، وبالتالي الوزارة بتبحث بقى ان هي بدل ما تشيل بس مرتضى منصور تعمم عزل المجلس بأكمله لان ده مخالف للوائح وتعين لجنة معينة. فانت شايف ايه في دايلما بالظبط، في هنا مشكلة وهنا والمشكلة موصلة في حاجات مكلكعة كده في بعضها، الامور داخلة في بعضها، فانت مش عارف يعني تكلم مين او تاخد من كلام مين، فاهم قصدي؟ الدنيا فاهم. والوزير وزير الشباب الاستاذ اشرف صبحي هو ساكت، هو معقبش خالص على هذه الامور وسايب الدنيا عماله تضرب تقلب. الوضع الحالي بيقول ان الحلقه دي وانتوا بتتفرجوا عليها النادي الاهلي في الامارات بالظبط، خلاص الاهلي في ابو ظبي دلوقتي خلاص. وفعلا فعلا فعلا افضل شيء النادي الاهلي والجهاز الفني بيعمله في الوقت الحالي انه ولا سامع اي شيء. عندي ماتش يوم الجمعه ليا، عملت البلان بتاعتي والخطه بتاعتي وانا بنفذها، هنزل الملعب زي ما تفتكروا ماتش كان ماتش الدوري لما نادي الزمالك برضو ما جاش، لما الاوتوبيس اتاخر لما من نادي الزمالك ما جاش في يوم كان في مطر ده. انا همشي في الطريق بتاعي، المنافس جه هلعب، المنافس ما جاش ماليش دعوه، غيرتوه ماليش دعوه، جبت لي بيراميدز بدل الزمالك، جبت لي الاتحاد، جبت لي الاسماعيلي، جاي حد فيوتشر. انا ماليش دعوه، ده شيء بروفيشنال جدا وشيء محترف، وانك تعزل فرقتك عن المشاكل دي، والنادي الاهلي ملوش دعوه بهذه الامور. طيب احنا كده شرحنا الوضع من عند النادي الاهلي، تعال بقى محمد نتكلم في الوضع القائم في الوقت الحالي. نادي الزمالك عبر رئيسه السابق، ده الكلام الرسمي، عبر رئيسه السابق بيعتذر عن السفر، وبالفعل يقال ان الفريق لغى حجوزات الفنادق في الامارات وكمان لغى رحلة الطيران. والنهاردة احنا في يوم الثلاث هو مرن الصبح. هل نادي الزمالك ارسل اعتذارا رسميا عن المباراة لاتحاد الكرة؟ لم يحدث حتى الان الساعة 2:30 يوم الثلاث، ما فيش حاجة راحت، لم يرسل اي شيء. هل تحدث اتصالات؟ لان طبعا طالما الرئيس السابق هو اللي واخد القرارات دي فهي قرارات لا تمت باي صفه شرعيه او رسميه لاتحاد الكوره. لازم عشان بس تبقى الناس فاهمه، اتحاد الكوره ووزاره الشباب والرياضه بيتعاملوا مع خطابات، ما بيتعاملوش مع تصريحات او وسائل اعلام او سوشيال ميديا. ما ينفعش دلوقتي بعد ما كرسي رئيس نادي الزمالك اصبح فارغا، ففي شخص مسؤول هو اللي لازم يمضي على كل الخطابات وكل المخاطبات ما بين نادي الزمالك وكل الجهات الرسميه اللي بيتعامل معاها. طالما مفيش ورقه طلعت رسمي يبقى الوضع ما تقدرش تتكلم في تفاصيل، لسه مفيش تفاصيل. ممكن في اي لحظه تلاقي نادي الزمالك حصل الفريق مسافر، تمام. فانا وجهه نظري اللي هيحصل، وجهه نظري الشخصيه مش معلومه، وجهه نظري الشخصيه، الناس العقلاء هيتدخلوا لإقامة المباراة دي لما تتلعب خارج مصر يا محمد، غير لما تتلعب مصر داخل مصر. شكل الكرة المصرية وشكل الرياضة المصرية لا يجب خارجيا، لا يجب ان المشاكلنا الداخلية دي تظهر فيه، ينفعش. احنا داخل البيت ممكن كلنا، احنا يعني كلنا اخوات هنا في مصر، وعيبك عيبي وميستي ميستا، يعني الدنيا هنا ايه، احنا مع بعض مشاكلنا نقفل عليها ونتعامل مع بعض هنا ايه، بتعامل تعاملنا المصريين مع المصريين هنا مع بعض. لما يكون عندنا امور خارجيه لا، وهدي مثلا بسيط، برشلونه وريال مدريد ما بينهما ما صنع الحداد ومعروف،
تروح اسبانيا يروح برشلونه مدريد برشلونه يروح مدريد يروح مدريد ويتكلم مع الناس الموضوع هناك مختلف شديد جدا وحتى صحفية سبورت كاتالونية تشوف عناوينها عاملة ازاي تجاه ريال مدريد وماركا والصحف الموالية النادي ريال مدريد في مدريد شوف عناوينها تجاه برشلونة الموضوع ايه صعب صعب جدا من الطرفين لما خدوا قرار بلعب مباريات السوبر خارج اسبانيا الاتيتيود وافعالهم اتغيرت تتغير تماما وراح مزود بعد ما كان بيلعب بفرقتين أربعة. قال لك لا احنا نعمل كده ايه بطوله دوري وديه كده صغنونه كده سيمي فاينل مع سيمي فاينل كده في اربع ايام ون ايه ونفرح الناس ويبقى الموضوع ترفيه وبزنس اكتر منه ان احنا منافستنا فين في الملعب جوه اسبانيا وفي عندنا احنا في بيتنا نعمل اللي احنا عايزين بس في حد هنا بيفكر كده ما انا بقول لك اهو بقى ما هو اكيد 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 احنا برده معلمه بص بص مهما يكون اللي متصدر في المشهد مصر لديها من المسؤولين ولديها من الحكماء كثيرون عندنا لا عندنا عندنا احنا الحمد لله مصر غنيه ممكن ما بيظهروش عشان اكون امين في كلمتي ممكن ما بيظهروش عشان انا اسف يعني ما يقولكش ايه ما تشبهنيش لا انا ما بحبش اظهر في الجو ده لكن الناس موجوده وعندنا كوادر وعندنا ناس كويسه انا في وجهه نظري يعني احنا اهو هديك مثلا مين ريال مدريد وبرشلونه اتنين من عظماء الكره في العالم والمشاهد في مبارياتهم في اسبانيا زي عندنا موضوع ما يعني صعب جدا لكن وقت الجاء يعني منظرنا الخارجي لا لا هنا بيتحكم فيه امور اخرى واطراف اخرى ومشاهد اخرى يجب ان هي تبقى موضوعه في الحسبان وما نصدرش مشاكلنا بالشكل ده. طيب سؤال خارج الصندوق. نعم. لو الاهلي هيلعب الزمالك في بطوله افريقيا. ايوه. وكان في مشكله حصلت ولجنه الانضباط وقعت عقوبه على كهربا مثلا أي. في دور المجموعات لما كانوا بيلعبوا بعض أي. ووصلوا مع بعض هيلعبوا فاينل. أي. وفي مشكله في لجنه الاستئناف والاهلي طعن وفي حوار ولجنه الاستئناف اجلت اتخاذ القرار. ايوه. والمباراه تتلعب. ايوه. هل يقدر اي من الفريقين او الزمالك ينسحب؟ مستحيل. مستحيل. ليه؟ لانه عارف اذا فكر يعمل دي العقوبة بتاعتها هتبقى ايه؟ استبعاد 3 سنين. فاهم؟ يعني وخلي بالك دي ميزة الكاف. الكاف عنده بعض اللوائح. ضوابط. والضوابط اللي لا يتوانى في توقيعها على اي حد اذا خالف. ودي مخليه كل الناس اللي تحت الامبريلا بتاعت الكاف. مظبوط. كله منضبط. فهنا وحاجة تانية. انت ممكن تعمل برضو انا اسف يعني انا اسف ممكن تعمل حتى التصرفات دي والوضع عندك انت داخل بيتك كويس لكن احنا لغايه النهارده احنا مش فاهمين الامور داخل نادي الزمالك ماشيه ازاي ما ده غلط ده مش صح ده مش صح احنا بنرسي لعدم تنفيذ القوانين يعني ده في قرار قضائي وفي قرار من الوزاره يا محمد الموضوع مش هين لا لا ده قرار منتهي ما فيهوش نقاش الموضوع مش هين الموضوع مش هين ولا يجب التعامل معاه يعني ايه بانك مستهونه لا وانا هنشغل بقصه مباراه كوره والناس تنسى ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط جدا ده غلط جدا 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 وما ينفعش انا اسف وما ينفعش ايه نتجاوزه لا ما ينفعش نتجاوزه ما ينفعش هو ايه يطلع قرار قضائي فتقول ايه انا حطيته في الدرج لا 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 احنا بنتكلم في ايه يا جماعه ما ينفعش في النهارده اهو ده رسمي يا جماعه رسمي اي خطاب اي ورقه شوف اهو اي ورقه بيضه حتى طالعه من داخل نادي الزمالك مش منضيه من الشخص المنوط في الوقت الحالي باداره مجلس الاداره عقب زوال صفه رئيس النادي ليه يعتد بيه او لو اتكتب في الورق مجلس اداره الزمالك برئاسه كذا والاسم ده المفروض مش مصرح ان يكون رئيس ليه يعتد بيه لا يعتد بيه ليه يعتد بيه وانا توقعت ان الخطاب ده ممكن ما يروحش التلات وممكن ما يروحش الاربع طول اليوم ويمكن يوصل على الاربع بالليل او الخميس الصبح فيبقى امر واقع قدام اتحاد الكره ما يلحقش يجهز بديل بص كل الامور وارده كل الامور وارده بس انا اقول لك ربما خلال الساعات القادمه تتغير الامور وتتبدل الامور ويتدخل الحكماء ونلاقي نادي الزمالك بيقول في بيان رسمي برضو ان احنا
سنطير الى الامارات باذن الله. باذن الله. عموما هي مباراه ببطوله تنتهي، ولكن كل تركيزنا بعد كده هيكون على الدوري اللي ان شاء الله الاهلي يحسمه مبكرا، وبطوله افريقيا خلاص بنتكلم في 4 مباريات ويبقى البطوله ورقم قياسي جديد للنادي الاهلي. كريم انا بشكرك. شكرا محمد، شكرا جزيلا، وباذن الله الحلقات القادمه يكون فيها انتصارات زي ما بدانا من الفتره اللي فاتت، والحمد لله يمكن خلال الشهور الاخيره ماشيين بشكل كويس على مستوى الكوره، على مستوى النتائج والالعاب الفرديه والجماعيه، وحتى على مستوى الكوره متصدرين دوري رايحين كمان لماتش السوبر، بنتكلم على سيمي فاينال دوري ابطال افريقيا، عشنا مع بعض اجواء كاس عالم انديه، فباذن الله موفقين والى اللقاء في حلقات اخرى قادمه. شكرا والى اللقاء.